الحمد لله أنعم علينا فأجزل، وأعطانا فأكثر، نعمه علينا متتابعة، وخيراته علينا متوالية. وأشهد أن لا إله إلا الله يرفع من يشاء ويعز من يشاء ويضع من يشاء ويفقر من يشاء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهدى باتباعه والسير على طريقته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فتحدثنا بالأمس عن شيء من مسائل الصيام، وكان مما تحدثنا عنه ما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وتكلمنا عن أحكام الأكل والشرب حال النسيان، وقلنا بأن جمهور أهل العلم قد أخذوا بهذا الخبر. ولكن عندنا سؤال: هل الخطأ يلحق بالنسيان أو لا يلحق به؟ مثال ذلك: استيقظ يظن أن الفجر لم يؤذن له بعد فأكل، فتبين له بعد ذلك أنه قد أكل بعد طلوع الفجر، أو ظن أن الشمس قد غربت وأن الفطر قد حل فأفطر. بعض الناس عند الإذاعة فيسمع الأذان في الإذاعة، يظنه أذان بلده، يظنه أذان بلده، فيتبين أنه أذان بلد آخر، فيكون قد أفطر بناء على هذا الأذان خطأ. فهل الخطأ يلحق بالنسيان أو لا يلحق به؟ للعلماء قولان في ذلك. قول يقول بأن الخبر إنما ورد في النسيان، وأما الخطأ فلا يلحق به، بل بعضهم يقرر قاعدة فيقول: لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه. وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى في المشهور عنهما. وطائفة قالت بأن الخطأ يماثل النسيان في ذلك، فمن أكل خطأ فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ما مستند كل من الفريقين؟ الآخرون قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن الخطأ، تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. والأولون أجابوا فقالوا: هذا في التجاوز والمؤاخذة بالإثم وليس في مسألة القضاء. فعندنا خطابان، نوعان من أنواع الخطابات الشرعية: خطاب تكليفي يتعلق به الإثم والثواب، وخطاب وضعي يتعلق به القضاء وعدم القضاء. فهل هنا بالاتفاق أن الخطأ يتعلق به الخطاب الوضعي ومن ثم لا إثم على صاحبه، لكن الكلام في الخطاب التكليفي هل ينتفي
مع، إذن بالاتفاق، نعيد بالاتفاق أن الخطاب التكليفي يتعلق بالخطأ، وبالتالي ينتفي الخطاب التكليفي مع الخطأ، ومن ثم لا إثم على ذلك المخطئ. ولكن الخلاف في الخطاب الوضعي الذي فيه ربط شيء بآخر، هل ينتفي بالخطأ وبالتالي لا يجب القضاء أو لا أو يجب؟ مثال ذلك، عندنا في عدد من المسائل في الشريعة نجد أن الشارع ربط بالخطأ خطابا وضعيا، وهناك مسائل وقع الاختلاف فيها. مثلا في قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هذا خطأ، قتل خطأ، هل يأثم به؟ لا يأثم به، لكن يترتب عليه خطاب وضعي بإيجاب الكفارة وإيجاب الدية فيه، فهنا خطأ ومع ذلك ترتب عليه الخطاب الوضعي. ومثال آخر، قتل الصيد بالنسبة للمحرم إذا كان خطأ فهل تجب به الفدية أو لا؟ قال طائفة: تجب الفدية به، وهو مذهب الأئمة الأربعة في المشهور عنهم. وقال آخرون: لا تجب الفدية به. فهنا خطأ ينتفي به الخطاب التكليفي بالاتفاق، والجمهور على أنه لا ينتفي به الخطاب الوضعي. فهنا في مسألة الصيام الشيخ يختار أن الخطاب الوضعي ينتفي به، والجمهور يقولون لا ينتفي الخطاب الوضعي به، ومن ثم من أكل مخطئا يظن أن الإمساك لا يلزمه فتبين له عكس ذلك قالوا يجب عليه القضاء عند الجمهور، والشيخ يرى أنه لا قضاء عليه. هل ورد في خصوص الصيام دليل يتعلق بالخطأ؟ نقول نعم، ورد فيه دليل. ما هو؟ روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أسماء رضي الله عنها أن الغيوم غطت الشمس فأظلمت الدنيا فأكل الناس في رمضان، ثم تفرقت الغيوم وظهرت الشمس. هذه واقعة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع تردد بين العلماء هل أمروا بالقضاء أو لم يؤمروا. فإن الحديث قد رواه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وهي صحابية جليلة. ومن ثم سئل هشام هل أمروا بالقضاء؟ فقال هشام: أو بد من قضاء، يعني هذا أمر مستقر عند الناس. بينما الآخرون قالوا لو أمروا بالقضاء لذكر ذلك في الخبر، والأمر بالقضاء إنما ظنه هشام ولم يسنده النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وقع الخلاف، والشيخ اختار كما تقدم أن الخطأ يلحق بالنسيان، ومن ثم
لا يؤثر على الصوم ولا يؤمر صاحبه بالقضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية رحمهم الله. طيب مذهب المالكية ماذا يقول؟ أجيبوا. إذا كان في الصيام، إذا كان في النسيان يقول يجب القضاء، فمن باب أولى أن يقول في الخطأ. وقد ذكر المؤلف شيئا مما يتعلق بالصلاة ومن أخطأ في صلاته، وإن كان الجمهور يسيرون على نفس المنهج فيقولون من صلى قبل الوقت مخطئا يظن أن الوقت دخل فتبين له أن الوقت قد لم يدخل، فإنه لا يسقط فرض الصلاة في حقه، فهم قد أجروا ذلك على نفس المنوال. وذكر المؤلف عن الحنفية رحمهم الله أنهم استحبوا الاحتياط في هذا الجانب، ولذا كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر احتياطا لدخول الوقت. والشيخ يرى أن السبب في تعجيل العشاء أن العشاء يجوز جمعها وهكذا في العصر، وعلل ذلك بعلتين أو مصلحتين: الأولى التخفيف على الناس بحيث لا يصلون الصلاة إلا مرة واحدة كما في مسائل المطر، عندما يأتي المطر يجمعون بين المغرب والعشاء لئلا يكون عليهم مشقة في الذهاب إلى صلاة الجماعة مرتين. والمعنى الثاني أن يحصل تيقن بدخول وقت المغرب. وذكر المؤلف بأن هناك معان أخرى تجمع الصلاة لها، وقد ذكر حديثا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وذكر ما يتعلق أيضا بحديث أسماء قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وأخذ الشيخ من هذا أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالتأخير ولم يفعلوا ذلك، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ممن بعدهم. ويؤخذ من هذا وأخذ الشيخ من هذا أنه في حال الخطأ لا يجب القضاء، وعلل ذلك بأنه لو كانوا قد قضوا أو أمروا بالقضاء لنقل ذلك في الخبر. ونقل اعتراض المخالفين بأنه قد قيل لهشام بن عرمة أمروا بالقضاء فقال: أو بد من القضاء؟ وقال المؤلف بأن هذا اختيار من هشام لرأيه، ولذلك نقل عنه مرة أنه قال: لا أدري أقضوا أم لا. وقد ورد الحديث من رواية هشام عن أمه فاطمة بنت المنذر عن جدته أسماء بنت أبي بكر، وورد من حديث هشام عن أبيه عروة عن أسماء رضي الله عنها. وذكر المؤلف اختلاف
أهل العلم في هذه المسألة في مسائل الخطأ، وهل يلحق الخطأ بالنسيان أو لا يلحق به. وقد استدل المؤلف بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. قال لم يقل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وإنما قال يتبين لكم. فدل هذا استدل الشيخ بهذه اللفظة على أن الخطأ يلحق بالنسيان، لأنه علق الأكل والشرب بأن يتبين لنا. ولكن هذه الآية هي في الأمر والنهي الذي هو خطاب تكليفي، كلوا واشربوا، وليست في الخطاب الوضعي الذي يترتب عليه القضاء. وبهذا يتبين لنا وجهة رأي كل من الفريقين من فقهاء الشريعة في مسائل الخطأ. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الكحل. الكحل أين يوضع؟ في العين. والكحل قد يصل طعمه إلى الحلق، فإذا وضع الإنسان كحلا ولم يصل طعمه إلى الحلق لم يتأثر الصوم، مع وقوع الاختلاف في هل الكحل جائز للصائم أو لا. لكن الكلام في فساد الصوم به، فإن لم يصل منه شيء إلى الحلق فحينئذ لا يتأثر الصوم بذلك. لكن لو وصل فهل هذا مؤثر على صوم الإنسان أو لا؟ هنا الذي يصل هل هو ذات الكحل أو طعمه؟ وقد يصل إلى الإنسان طعم الشيء وإن لم يدخل الشيء إلى جوفه. ولهذا في ذوق الطعام من ذاق طعاما أحس بطعمه، ومع ذلك لا يتأثر صومه بذلك. ولذا كان الصحيح من قولي أهل العلم أن الكحل غير مفطر للصائم، لأنه لا يصل الكحل إلى الجوف. وقال طائفة بأن المعنى أن العين ليس بمدخل معتاد للأكل والشرب، ولكن هذه العلة مستنبطة، هذه العلة مستنبطة ليست منصوصة، ومن ثم فلا يصح لنا أن نقيد النص وأن نخصصه بهذه العلة المستنبطة. ولذلك لو أننا تمكنا من إدخال الطعام من مخرج غير معتاد، تمكنا من إدخال الطعام من مدخل غير معتاد، هل يفطر الصائم بذلك؟ مثال هذا: دخل في المستشفى وحطينا له المغذي، يكتفي بذلك عن الأكل والشرب أو لا يكتفي؟ يمكن يجلس سنة كاملة ما يحتاج إلى شرب ولا أكل. فهنا مدخل معتاد أو غير معتاد؟ ومع ذلك نقول بأنه يؤثر على الصوم. وحينئذ هذه العلة دخل من مدخل غير معتاد ليست علة صحيحة. لماذا؟ لأنها علة مستنبطة تعود على أصلها بالتخصيص، ومن ثم لا يصح أن نجعل هذا الوصف علة، لأن من شروط العلة المستنبطة ألا تعود على أصلها بالتخصيص.
وحينئذ نقول الصواب أنه لا يلتفت إلى هذا المعنى، ويترتب عليه شيء ألا وهو ما يتعلق بالحقنة التي يستعملها الصائم، فهذه الحقنة أدخلت إلى البدن شيئا تحرك البدن، ومن ثم قلنا بأن هذه الحقنة مؤثرة على صوم الصائم. فإن قال قائل بأنها تدخل إلى الجوف من مدخل غير معتاد، قلنا هذا المعنى لم ينص عليه، ولو اعتبرناه علة للحكم لعاد على أصله بالتخصيص، ومن ثم لا يصح أن نجعله معنى في هذا الباب. ومن ثم كان الصواب أن تناول هذه الحقن واستعمال هذه الحقن بالنسبة للصائم يؤثر على صومه، لأنها مما يدخل في معنى ما ورد النص به، فإنها تماثل الأكل والشرب. ومن هنا هل يجوز لنا أن نستخدم إبرة السكري، إبرة الأنسولين؟ مريض السكري يحتاج إلى الأنسولين، ويحتاج إلى أن يتناوله قبل تناول الطعام بقرابة الربع ساعة، فحينئذ هل يجوز له أن يستعمله قبل الأذان بربع ساعة؟ نقول لا يجوز له ذلك، لأن هذا الأنسولين فيه تغذية للبدن، وبالتالي يمنع الصائم من استعماله. قال ماذا يفعل؟ قيل إذا أذن أخذ الإبرة وتناول شيئا يسيرا، وأخر الطعام إلى الوقت الذي لا يضره تناول الطعام فيه. طيب، عندنا الإبر غير العلاجية غير المغذية، فنقول طائفة من العلماء قالوا ليس فيها معنى الأكل والشرب وبالتالي أجازوها، قالوا وخصوصا أنها تدخل من مدخل غير معتاد، وآخرون قالوا لو تناول الدواء من فمه لأدى ذلك إلى بطلان صومه، فهكذا إذا أدخله من مدخل آخر كما لو استعمل الإبرة المغذية. وهذه المسألة لها أصل يخرج عليه الفقهاء المعاصرون من كلام الفقهاء المتقدمين، ألا وهي مسألة مداوات الجائفة والمأمومة. ما هي المأمومة؟ المأمومة جرح في الرأس يصل إلى أم الدماغ، فإذا وضع له دواء في هذه المأمومة هل يؤثر على صومه أو لا؟ وهكذا في الجائفة، وهي الجرح الذي يكون في البدن ويصل إلى الجوف، فإذا استعمل له الدواء هل يؤثر على صومه أو لا يؤثر؟ فهذه الإبر العلاجية تماثل مسألة المأمومة، مداوات المأمومة والجائفة بالنسبة للصائم، أليس كذلك؟ وقد وقع فيها الخلاف، والجمهور يرون أن مداوات الجائفة والمأمومة مؤثرة على الصوم، والمؤلف اختار أنه لا يحصل التفطير بذلك، وقال بأن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما يفسد بها الصوم لا نص عليها الشارع نصا صريحا.
وهذا التعليل الذي ذكره الشيخ قد لا يسلم به، لأن الشارع في مرات ينص على المسائل التي يتكرر وقوعها لكثرة حاجة الناس إليها، وأما المسائل التي يندر وقوعها لا ينص على حكمها، من أجل أن يوجد مجالا للفقهاء ليجتهدوا في الأحكام، فيكون هذا مؤديا إلى تدارس العلم، إلى مناقشة الناس فيما بينهم لمسائل العلم، وحينئذ لم ينص الشارع على مثل هذه المسائل نصا واضحا لندرة وقوعها ولتحصيل مقصود شرعي من كثرة مناقشة المسائل الفقهية. وقال المؤلف بأن الحديث المروي في الكحل ضعيف، أن الكحل مفطر، وذكر أنه قد رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليتقه الصائم فإن فيه راويا ضعيفا. ولذا قال ابن معين: هذا حديث منكر، وقال مرة ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي بأن أحد رواة هذا الخبر مجهول. وقد قابله حديث آخر ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل: أفأكتحل وأنا صائم؟ فقال: نعم، لكنه ضعيف الإسناد، فيه أبو عاتكة، قال البخاري: منكر الحديث. وقال الشيخ بأن من قال بأن الحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة تفطر ليس معهم حجة، وكما تقدم أن المعول عليه في هذا الباب إلحاق المسألة بما يماثلها، وأن المعول عليه في معرفة العلة والوصف الذي يعلق عليه الحكم، فيقع الاختلاف بسبب ذلك. واستدل الشيخ للمخالف له بحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإن الأنف ليس بمدخل معتاد. وذكر المؤلف عددا من حجج الفريقين في هذه المسألة، وتقدم معنا ما يتعلق بالإشارة إلى هذا الخلاف وإلى مأخذ هذا الحكم. وتطرق المؤلف إلى عدد من الأحكام وقعد قاعدة، وهي أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول بيانا عاما، وهذا قاعدة صحيحة، لكن هناك مسائل يظن أن الحاجة إليها عامة وتكون الحاجة إليها خاصة، وبالتالي يقع الخلاف فيها ولا يكون هناك توضيح للحكم الشرعي في النص. وتلاحظون هذا في الصلاة، فإن أعمال الصلاة التي تكثر الحاجة إليها موطن اتفاق بين العلماء، هل أحد من العلماء ينازع في الركوع، في السجود، في الجلوس، في التشهد، في التسليم، في التكبير، في أصله؟ لا يوجد نزاع في أصل هذه الأعمال، فهذه الأعمال التي احتاج إليها عموم الناس جاء النص واضحا بها بينا. لكن
هناك مسائل تقل الحاجة إليها فيترك الشارع الجزم بحكمها من أجل أن يوجد مجالا لاجتهادات العلماء ولحصول المناقشة بينهم، مما يؤدي إلى بقاء العلم وعدم ذهابه. وتعلمون أن من الأدلة دليل القياس، فإنه دليل شرعي قد جاءت النصوص بحجيته، والقياس منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، والظني نثبت به الأحكام، ولا يصح لأحد أن يقول بأن القياس الظني لا يصح أن يعمل به بناء على أن الشارع لم ينص على حكم ونريد أن نثبته بواسطة القياس. وذكر المؤلف عددا من المسائل التي تشتد الحاجة إليها ولم يأتي الشارع فيها بدليل مما يدل على انتفاء الحكم فيها. ومن أمثلة هذا السنة التي بعد الطواف وبعد السعي. كم نصلي بعد الطواف؟ ركعتين. وبعد السعي لماذا لم نقل بأن السعي يماثل الطواف؟ لو كانت مشروعة لنقلت، نقلت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي العمرة ولم يؤثر عنه أنه صلى، فدل هذا على أنه لم يصلي، لو صلى لنقل. فهذه القاعدة معنا يمكن تطبيقها هنا. وذكر أيضا شيئا مما يتعلق بأحكام الطهارات، ومثل لهذا بمسألة طهارة المني، لو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم نجاسته من أجل أن يتحرز الناس منه، فهذه المسألة تشتد الحاجة إليها. وأيضا تكلم المؤلف عن مسألة انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين، وقال بأنه لو كان بالخارج النجس من غير السبيلين، قال لو كان ينقض الوضوء لنقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فإنا نعلم أن الناس لا يزالوا يحتجمون ويتقيؤون وتخرج منهم الدماء، ومع ذلك لم يأتنا نص واضح بانتقاض الوضوء بمثل هذا. وذكر لهم مسألة لمس المرأة بشهوة، هل مس المرأة ينتقض الوضوء به؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف، والعلماء لهم ثلاثة أقوال. الشافعي يقول مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة أو بدونها، والإمام أبو حنيفة يقول بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بدونها، ومالك وأحمد يقولون مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، ومس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء. فأراد المؤلف أن يطبق هذه القاعدة على هذه المسألة ليختار مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيها. والمسألة فيها بحث طويل، وليس المراد تقرير الراجح في ذلك، وإنما المراد تقرير رأي الشيخ. ولذلك رأى الشيخ أن مس الذكر لا ينتقض الوضوء به، وإنما يؤمر بالوضوء استحبابا، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أيضا. فابن تيمية في هاتين المسألتين ترك مذهب الجمهور واختار مذهب الإمام أبي حنيفة فيهما. ولكن
ما دام أن الخبر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من مس ذكره فليتوضأ، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، لأن قوله فليتوضأ فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فليتوضأ، فيدلنا ذلك على أن هذا الوضوء مأمور به شرعا، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب ولا تصرف إلا لدليل، لقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولا يحذر من ترك الشيء إلا إذا كان واجبا. وقد قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فدل هذا على أن الأوامر تفيد الوجوب، ومن ذلك قوله فليتوضأ. وقد ذكر المؤلف شيئا بأن هذه الأسباب التي قبل قليل من مس الذكر ومس المرأة تثير شيئا في البدن من تحرك الشهوة، وحينئذ شرع تخفيفها بالوضوء، ولكن هذا لا يدل على أن الأمر ليس للوجوب، لأن ما يسكن هذه الأمور قد يكون مأمورا به شرعا، وكون الغاضب يؤمر بالوضوء على جهة الاستحباب لتغير نفسه بذلك لا يعني أن كل من تغيرت نفسه يكون الأمر بالوضوء في حقه على سبيل الاستحباب. وهذه قاعدة تنتبهون لها، أصولية ينبني عليها كثير من الأحكام. وأشار المؤلف إلى ما ورد في السنن من حديث الغضب من الشيطان والشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، وذلك أن الشيطان يريد من العبد أن يحرك حاله ويغيره، وبالتالي علينا أن نحذر من هذا العدو الشيطان الرجيم، فهو يريد أن يغير أحوالنا، ولذلك قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن ذكر الله تطرد به الشياطين، وبالتالي لا تتمكن الشياطين من تهييج هذه القلوب وتحريكها بخلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعلم أن المؤمن ثابت لا تزلزله الأقدار ولا وساوس الشياطين، لماذا؟ لأن قلبه مطمئن بذكر الله. وأعطيكم أمثلة على هذا، المؤمن عندما يصاب بالمصائب مطمئن بأن هذا من الله الذي هو مولاه والذي يريد له الخير، الله أراد بكم خيرا، وحينئذ قدر عليكم هذه المقادير، وإن كانت نفوسكم لا ترغبها إلا أن لله حكما فيها. فالمؤمن يصبر ويرضى عن الله لأنه يعلم أن هذه المصائب لمصلحته، وغير المؤمن أو ومن نقص إيمانه يأتيه الشيطان فيحرك في قلبه الجزع ويوهمه أن ما قدره الله عليه ليس لمصلحته. وأعطيكم أمثلة، تريد أن تركب الطائرة فتتخلف عن الطائرة بسبب الزحام، فتأتي إليهم وتريد الركوب في الطائرة، أغلقت الأبواب، فحينئذ المؤمن
يرضى عن الله ويعلم بأن ما قدره الله عليه خير له، ومن ثم لا يجزع ولا يتسخط. لو قدر أن الطائرة سقطت سيفرح أنه نجا من الركوب فيها، أليس كذلك؟ لو قدر أن زميله والذي معه في الطائرة لما وصل إلى البلد الآخر أمسكوه وأدخلوه في السجن والتحقيق، يفرح بأنه لم يركب مع زميله في الطائرة، أليس كذلك؟ كان حزنا قبل قليل والآن أصبح فرحا بنفس الخبر. حينئذ أي مصيبة تأتيك يا أيها المؤمن اعلم أن فيها جانب خير وجانب شر، فغلب جانب الخير واعلم أن الله قد أراد بك الخير. وهكذا كل ما في الدنيا فإن الله لم يرد به الشر وإن كان الشر قد يحصل في ضمنه. أعظم ما في الدنيا من الشر هو خلق إبليس، أليس كذلك؟ ومع ذلك في خلق إبليس من الطاعات والخيرات الشيء الكثير. إذا عصيناه أحبنا الله، وإذا أطعناه ثم تبنا أحبنا الله وفرح بتوبتنا. وبهذا العدو الشيطان نرزق عددا من العبادات، الصبر والصبر على المكاره والصبر على الشهوات التي في النفوس، عصيان الهوى وعدم الاستجابة إليه تنال به الأجر العظيم. فأما من خاف وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إيش؟ فإن الجنة هي المأوى. منين جاءت مخالفة الهوى؟ وجد إبليس فأعطاك الهوى فعصيته فكنت من أهل الجنة. ألا توجد عبادة المواعظ والتذكير والنصيحة وإرشاد العاصي؟ منين وجدت؟ من خلق إبليس. أغوى هؤلاء العاصين فأتيت إليهم فذكرتهم فأحبك الله وأصبحت على أعلى المراتب. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أنت تبيع وتشتري مع الله في عداوتك لهذا العدو إبليس الرجيم. وهكذا كل ما في الدنيا. ولذلك لم يسلم أنبياء الله من البلاء، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ألم يحصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب 3 سنين؟ 3 سنين لا يبايعون ولا يشارون ولا يدخل إليهم الطعام ولا يفعل ولا يفعل، حتى أنهم أصبحوا يأكلون من أوراق الشجر وصبيتهم يتضاغون ما يجدون الطعام الذي يملأ معدتهم. هل معناها الله أراد الشر بنبيه؟ لا والله، لا والله. وفي هذا البلد أيضا تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم عددا من المؤامرات، مرة بالأذى القولي ومرة بإيقاع المضرة الفعلية، يأتون بسل الجزور فيضعونه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. ما يأتينا إنسان مغفل ويقول لو كان وليا لله لنصره الله، لله حكمة ينصره بعد حين، ينصره بعد حين. كذلك في هذا البلد اجتمعوا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وانتدبوا 100 شاب، تآمر
حتى هرب منهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة بأمر الله سبحانه وتعالى وهو مطمئن البال، لم يجزع، لم يتسخط من قضاء الله وقدره، لم يضطرب قلبه بذلك. لو كنت مكانه ماذا ستفعل؟ 100 شاب كل منهم معه سلاحه يريدون أن يقتلوك. لو كنت في الغار معه عندما وصلوا إليه وقال أبو بكر الصديق، الصديق لو التفت أو لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا يا رسول الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. وحينئذ هذه المصائب لمصلحتك يا أيها العبد، لمصلحتك. واعرف أن الله يريد بك الخير. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا كان هو مولانا فحينئذ لن يقدر إلا ما فيه خير لنا ومصلحة لنا، لكن نحن لا نشاهد الأمر من جميع الجوانب، نظرتنا قصيرة، نشاهد الأمر من جانب واحد فنظن أنه ليس من مصلحتنا. وسع النظرة، وسع النظرة، وشاهد الأمر من جميع جوانبه، تعلم أن الأمر لك وليس عليك. وحينئذ كن مع الله يكن الله معك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وكما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. ذكرنا لكم أنه ليس المراد الذكر اللساني فقط، بل حتى الذكر القلبي. تذكر الله في كل شيء، كلما شاهدت شيئا فاعرف أنه من الله. المصيبة من الله لك، يريد أن يعرفك بقيمة نفسك. لا تغتر، لا تغتر بنفسك، الله قادر عليك، يقدر عليك المرض لتعرف مقدار نفسك. أنت هين على الله متى خالفت أمره. وحينئذ هذه المصائب لمصلحتك. أول ما ينبغي بك أن تستفيد منها فيما يتعلق بأمرك القلبي، كيف تجعل قلبك لله من خلال النظر في هذه المصائب التي تصيبك، فهي من الله الذي يريد بك الخير، وهي محطات تعرفك بقيمة نفسك، وأنك ضعيف، وأنك محتاج إلى مدد من رب العزة والجلال، فترجع إلى الله وتنيب إليه سبحانه وتعالى. وهي كذلك من أسباب تعريفك بحاجة إخوانك، فكما أنك لا تحب ذلك لنفسك فعليك أيضا ألا تحبه لإخوانك المؤمنين. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما ورد في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه. بارك الله لي ولكم، ووفقني الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم أصلح شأننا كله، اللهم تول أمرنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.